شراوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. تلاوات كأن بها لداود مزامير. وكم أهدت طلاوته قلوب الناس تنوير. لمن يتلوه تيسيرا تلاوات تزف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا في رياض منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم أبي الخير محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وكان قد وصل بنا الشرح في الحلقة الماضية عند باب اللامات وأحكام متفرقة الذي يقول الناظم فيه: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحضت مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. كان قد وصل بنا الشرح في الحلقة الماضية عند آخر هذا الباب عند قول الناظم: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. الناظم رحمه الله تعالى هنا يتحدث عن الحرفين الملتقيين، يقول رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. سأتحدث إن شاء الله عن هذا البيت والبيت الذي بعده كذلك من الناحية اللغوية، لكن قبل هذا أريد أن أتحدث يعني تمهيد للموضوع يعني حتى يسهل فهمه. الحرفان الملتقيان لا يخرج عن أربعة احتمالات عقلية، فإما أن يكون الحرف الأول هو عين الحرف الثاني يعني يماثله باء وباء، لام ولام، ميم وميم، أن يكون الحرف الثاني هو عين الحرف الأول وهما الحرفان المتماثلان، مثلا قد دخلوا، قد دخلوا عندنا دال ودال، دال ساكنة وهي الأولى ودال متحركة وهي الدال الثانية، فهذان حرفان متماثلان، وهو أن يكون الحرف الثاني هو عين الحرف الأول. الاحتمال الثاني أن يتفق الحرفان في المخرج وأن يختلفا في بعض الصفات، الحرفان من مخرج واحد مثلا الطاء والدال هما من المخرج نفسه من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ولكن بين هذين الحرفين اختلاف في بعض الصفات، فنجد أن الدال مثلا حرف مثلا حرف مجهور، بينما التاء حرف مهموس، يعني هناك
اختلاف في بعض الصفات، لكن طبعا أيضا هناك اتفاق في بعض الصفات. لذلك نجد في بعض كتب المتأخرين يعني من أو حتى يعني قبل المتأخرين، يعني إذا تحدث عن الحرفين المتجانسين يقول هما الحرفان المتفقان في المخرج المختلفان في الصفات، يعني لكن الأدق أن نقول في بعض الصفات، لأن يمكن أن يكون هناك اتفاق في صفات ويمكن أن يكون هناك اختلاف في صفات أخرى. فهناك يعني الأدق والأصح والأولى أن نقول اختلاف في بعض الصفات. كالدال والتاء مثلا، ومثلا والتاء والطاء مثلا، همت طائفة، همت طائفة، عندنا تاء وبعدها طاء وهما حرفان متجانسان. إذن هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون بينهما تقارب في المخرج، يعني هما من مخرجين متقاربين مثل القاف والكاف، هما متقاربان في المخرج، القاف من أقصى اللسان فوق والكاف هي أسفل منها بقليل من أقصى اللسان أسفل، يعني من جهة خارج الفم، القاف مع أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، والكاف من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي معا. الاحتمال الرابع أن يكون الحرفان متباعدين، هناك بينهم تباعد في المخرج، مثلا الهمزة مثلا والسين مثلا، أو الكاف مثلا والميم، الكاف من أقصى اللسان والميم من الشفتين، أو مثلا الهمزة من أقصى اللسان مع الكاف، الكاف من أقصى اللسان والهمزة من أقصى الحلق، فهناك تباعد بينهم في المخرج، فهذان هما الحرفان المتباعدان. إذن الاحتمالات الأربعة العقلية للحرفين الملتقيين إما أن يكونا متفقين في المخرج والصفات، وهذا لا يكون إلا أن يكون الحرف الأول هو أعين الحرف الثاني، يعني هذان حرفان متماثلان. والاحتمال الثاني أن يكونا الحرفان متجانسين، وهو أن يكونا من مخرج واحد وبينهما اختلاف في بعض الصفات. والاحتمال الثالث أن يكونا متقاربين في المخرج والصفات كالكاف والقاف مثلا، أو مثلا النون مع الواو مثلا، أو النون مع الياء. الاحتمال الرابع أن يكونا متباعدين في المخرج وهما الحرفان المتباعدان. طيب، الآن عرفنا ما هي احتمالات الحرفين الملتقيين في لغتنا العربية. الآن الناظم رحمه الله تعالى يتحدث في آخر حديثه في باب اللامات وأحكام المتفرقة، من ضمن الأحكام التي يذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب هو الحرفان الملتقيان. يقول رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، ما معنى هذا الكلام؟ وأولي هذه أصلها وأولين، وأولين يعني مثنى أول، لكن حذفت النون من آخر هذا هذه الكلمة للإضافة. طبعا نقول حذفت للإضافة، ما معنى حذفت للإضافة؟ في المثنى لما نقول أولان أو أولين، طبعا نقول أولان إذا كانت في محل رفع، ولأن المثنى يرفع بالألف، ونقول أولين إذا كان في محل نصب أو في محل جر، لأن المثنى ينصب ويجر بالياء. فالنون في آخر المثنى أولان أو أولين، هذه ما الذي يقابلها في المخرج؟ ما الذي يقابل هذه النون في المثنى؟ الذي يقابلها هو التنوين،
هو التنوين، والتنوين هو علامة تنكير في اللغة كما يعرف أغلبكم. التنكير هو التنوين هو علامة من علامات التنكير، يعني أن هذه الكلمة نكرة. فالآن لما جاءت أولان أو جاءت أولين وهي مثنى وأضيفت هذه الكلمة إلى بعدها، الإضافة هي نوع من أنواع المعرفة في اللغة. فأولان أو أولين هي نكرة، لكن لما أضيفت إلى كلمة أخرى فحذفت هذه النون للإضافة، لأنه لا يتأتى أن تكون الكلمة نكرة ومعرفة في الوقت نفسه. النون هنا في المثنى يقابلها التنوين في المفرد، والتنوين علامة تنكير. فلما كانت الكلمة مثنى وفي آخرها نون وهي التي تقابل التنوين في المفرد، لما أضفنا هذه الكلمة إلى غيرها صارت معرفة، وبالتالي لا يتأتى أن تبقى علامة التنكير وهي النون في آخرها. فلما يعني أضيفت إلى غيرها وصارت معرفة تحذف هذه النون. فبدل أن نقول وأولين مثل وجنس إن سكن، لا يصح هذا، نقول وأولي مثل، يعني أول المتماثلين وأول الحرفين المتجانسين. ما هما الحرفان المتماثلان؟ هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات. ما هما الحرفان المتجانسان؟ هما الحرفان المتفقان في المخرج المختلفان في بعض الصفات. فالناظم هنا رحمه الله يقول وأولي مثل وجنس، يعني أول المتماثلين، يعني الحرف الأول من الحرفين المتماثلين والحرف الأول من الحرفين المتجانسين، وأولي مثل يعني متماثلين، جنس يعني متجانسين، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. يعني لما يجتمع حرفان متماثلان والأول منهما ساكن، الناظم هنا رحمه الله يقول لك أدغم، يعني أدغم هذا الحرف الأول الساكن في الحرف الثاني من الحرفين المتماثلين والمتجانسين. أدغم، طبعا أدغم أنت، الفعل هنا مبني للمجهول، أدغم أنت. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. طيب هنا يقول أدغم، يعني أدغم الحرف الأول من الحرفين المتماثلين ومن الحرفين المتجانسين في الثاني إذا كان الحرف الأول منهما ساكنا. طيب ما هو الإدغام؟ لما يقول أدغم ما هو الإدغام؟ الإدغام إن شاء الله سأبينه لكم وأشرحه لكم، لكن بعد أن نخرج إلى هذا الفاصل القصير. فأهلا وسهلا بكم. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ضمن مشروع خدمة العلم وأهله، تعلن مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام عن توفير مؤلفات فضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني بأسعار مناسبة للمكتبات وطلبة العلم. للشيخ حفظه الله تعالى مؤلفات عدة، منها مدونة الفقه المالكي وأدلته، فتاوى المرأة المسلمة، العقيدة الإسلامية، العبادات أحكام وأدلة، الأسرة أحكام وأدلة، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، وكثير غيرها. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارتنا بمقر مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب الكائن بمدينة طرابلس تاج وراء
بالقرب من المعهد العالي للعلوم الشرعية أو من خلال الاتصال بنا عبر الهاتف أو خدمة واتساب على الرقم التالي 091-00-25-967 أو عبر التواصل على صفحة الفيسبوك باسم مطبوعات ومنشورات مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدت طلاوته قلوب الناس تنويرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، يعني أن الأول من الحرفين المتماثلين والمتجانسين إن كان ساكنا فإنه يدغم في الحرف الثاني، وهذا محل إجماع بين العرب لا يخالف فيه أحد. لا أحد من العرب يظهر الأول الساكن من الحرفين المتجانسين أو المتماثلين، هذا لا يفعله أحد البتة، هذا فاسد في كلام العرب. وما هو فاسد في كلام العرب؟ فهو فاسد قراءة، هذه قاعدة، كل ما هو فاسد في كلام العرب هو فاسد من حيث القراءة، لا يقرأ به أحد ولا تصح به القراءة البتة. وليس كل ما هو صحيح في كلام العرب يصح قراءة، يعني هذا أيضا ينتبه إليه، يعني ما هو فاسد في كلام العرب هو فاسد قراءة. وليس كل ما هو صحيح في كلام العرب هو صحيح قراءة، لأن بعض المسائل وبعض الأمور هي صحيحة لغة لكنها لا تصح قراءة، لأن القراءة سنة يعني اتباع، ليس فيها، لا يمكن أن نخترع فيها أو أن نضيف أو أن نقول لا هذا في اللغة صحيح وهناك قبائل عربية يعني تستخدم هذا الأمر في كلامها وبالتالي يمكن أن نقرأ به القرآن الكريم، هذا لا يصح، لأن القراءة سنة، القراءة اتباع، ليس فيها، لا يمكن أن نضيف فيها ولا يمكن أن نخترع، هذا لا يصح، هذا حرام. وكل ما هو صحيح قراءة صحيح اللغة، إذن هذه ثلاث قواعد، كل ما هو فاسد لغة هو فاسد قراءة، وليس كل ما هو صحيح اللغة هو صحيح قراءة، وكل ما هو صحيح قراءة هو صحيح لغة، يعني هذا استطراد خطر ببالنا. فالعرب محل إجماع بينهم لا يخالف فيه أحد أن الأول من الحرفين المتماثلين، والحرفان المتماثلان هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات، إذا كان الحرف الأول منهما ساكنا وجب إدغامه في الحرف الثاني، نقول قد دخلوا ولا نقول قد دخلوا، هذا لا يفعله أحد. أيضا إذا كان الأول من الحرفين المتجانسين ساكنا وجب إدغامه في الحرف الثاني. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، ما معنى الإدغام؟ الإدغام لغة يعني الإدخال، أدغمت الشيء في الشيء يعني أدخلت الشيء في الشيء، والعرب تقول أدغمت اللجام في فم الفرس، واللجام هو هذه الأداة التي توضع على فم الفرس ورأسه ووجهه حتى لا تجمح،
فإذا أدخلوا اللجام في فم الفرس قالوا أدغمت اللجام في فم الفرس، يعني أدخلت اللجام في فم الفرس. وتقول العرب أيضا أدغمت السيف في غمده، يعني أدخلت السيف في غمده. أما اصطلاحا فالقراء إذا قالوا إدغام فإنه عندهم إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنه المخرج ارتفاعة واحدة. أعيد، هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. عندنا في 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 كلامنا في شيء اسمه ميزان، ميزان لغوي، وهذا الميزان يختلف. يعني عندنا ميزان عروضي في الشعر، عندنا ميزان صرفي في الكلمات. فالميزان في الكلام، لما نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه راء مشددة، والراء المشددة هي تتألف من راءين كما هو معروف، أولاهما ساكنة وثانيتهما متحركة. كل الحروف المشددة هكذا، الحرف المشدد ما هو؟ هو يتألف من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. فلما ننطق حرفا مشددا يعني ميزانه هو ميزان حرفين، بسم الله هذا هو الميزان. فبدل أن اللسان أو المخرج يرتفع عن الحرف ارتفاعتين يرتفع عنه ارتفاعة واحدة. مثلا لما نقول مثلا قد دخلوا، لاحظوا الصعوبة في هذا الأمر لأن اللسان قد قرع المخرج مرتين، لكن نحن نريد أن يرتفع المخرج أو اللسان عن الحرف ارتفاعة واحدة أو عن الحرفين معا ارتفاعة واحدة، لأن هذا الأمر أسهل. فلما نقول مثلا وليكتب بينكم، عندنا وليكتب في آخرها باء ساكنة، بينكم في أولها باء مفتوحة، فالتقى عندنا حرفان متماثلان باء وباء. الآن الناظم رحمه الله، وهو محل إجماع بين العرب، أن ندغم الأول لأنه ساكن في الحرف الثاني، والحرفان حرفان متماثلان. فالآن ما الذي علينا أن نفعله؟ أن نصل الحرف الأول بالحرف الثاني كما هو في التعريف، هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك. فبدل أن نقول وليكتب بينكم، لا، نصل الحرف الأول الساكن في الحرف الثاني المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. فبدل أن نقول وليكتب بينكم، يعني تحول الحرفان إلى حرف واحد مشدد يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. هذا هو معنى التعريف. لكن أحيانا يكون الحرفان الملتقيان متجانسين، مثلا همت طائفتان، هي أصلها همت طائفتان، تاء ساكنة وبعدها طاء متحركة والطاء والتاء من المخرج نفسه، إذن هما حرفان متجانسان. فالحرفان المتجانسان قلنا إذا سكن الأول منهما وجب الإدغام، يعني الآن هنا وجب أن ندغم التاء وهي الأولى الساكنة، أن ندغمها في الطاء، فنقول همت طائفتان بدل أن نقول همت طائفتان، لا ينصح أن نظهر، ندغم التاء في الطاء. ما هو الإدغام؟ الإدغام أن ندغم أو أن نصل الحرف الأول بالحرف الثاني
بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. طيب الآن الحرفان مختلفان، تاء وطاء، هما نعم هما حرفان متجانسان، لكن الحرف الأول ليس هو الحرف الثاني، هما حرفان مختلفان. لما أخذنا مثالا وليكتب بينكم، باء وباء ما فيش إشكال، باء وباء، لكن هنا تاء وطاء. طيب لما يقول التعريف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، طيب هذا الحرف الذي صار والذي نشأ، هذا الحرف المشدد، هل هو الحرف الأول أم هو الحرف الثاني؟ يعني الآن هما حرفان مختلفان وأدغمنا الأول في الثاني. طيب الحرف الذي نشأ، الحرف الذي صار هنا مشددا، هل هو الحرف الأول المدغم أم هو الحرف الثاني المدغم فيه؟ لذلك هناك قيد مهم في التعريف نحرص عليه لما نقول بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، نقول وفي غير المتماثلين نقول من جنس الحرف الثاني، يعني هذا الحرف المشدد هو من جنس الحرف الثاني، يعني الحرف المدغم فيه. انتبهتم؟ فالآن لما ندغم التاء في الطاء نقول هم الطاء، هم الطائفتان، أدغمنا التاء في الطاء فنشأ الطاء المشددة يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. لما نقول عنهما يعني عن الحرف الأول المدغم وعن الحرف الثاني المدغم فيه. إذن هذا هو تعريف الإدغام. الإدغام هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا وفي غير المتماثلين نقول من جنس الحرف الثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. نجد في بعض الكتب لما يعرف الإدغام يقولون يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة، يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة. لماذا قالوا اللسان؟ هناك حروف من الجوف، وهناك حروف من الحلق، وهناك حروف من الشفتين. طيب لماذا قالوا يرتفع عنهما أو يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة؟ لماذا قالوا اللسان؟ هناك شيء في اللغة، أنا أذكر هذا الكلام لأن بعضكم قد يستغرب لما يجد هذه الألفاظ في بعض كتب التجويد فيقول لماذا اللسان؟ هناك شيء في اللغة اسمه التغليب، هناك شيء في لغتنا العربية اسمه التغليب. الآن لو نظرنا إلى مخارج الحروف ونظرنا أيضا إلى هذه المخارج العامة، عندنا المخارج العامة، عندنا الحلق وعندنا اللسان وعندنا الشفتان، هذه مخارج عامة تحدثنا عنها لما تحدثنا على مخارج الحروف، وذكرنا أن في كل مخرج عام هناك مخارج خاصة تخرج منها حروف. لما تحدثنا على اللسان كنا قد ذكرنا أن اللسان هو أكثر المخارج العامة حروفا، يخرج منه 18 حرفا، عدد حروف الهجاء 29، لما نسقط منها 18 حرفا يبقى عندنا 11 حرفا. هذه الحروف 11 منها ما هو من الحلق، ومنها ما هو من الجوف الألف مثلا، ومنها ما هو من الشفتين، فالأحد عشر حرفا هي مقسمة على بقية المخارج العامة، وثمانية عشر حرفا وهي الأكثر والأغلب كلها من اللسان. فأكثر مخارج المخارج حروفا هو اللسان، ولذلك غلبوا اللسان هنا، قالوا يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة، هذا من باب التغليب. أعطيكم مثالا آخر، لما نقول مثلا الأبوان، الأبوان ما الذي نعنيه بالأبوين؟ الأب والأم، الأب والأم، فتغليبا يقال الأبوان
لكن لا أحد يسمي الأمة أبا، لا أحد يفعل هذا. هل هناك، هل يمكن أن نسمي الأمة أبا؟ لا أحد، لا أحد يفعل هذا. لكن نقول الأبوان أو نقول الأبوين تغليبا. يقال مثلا الحسنان ويقصد بهما الحسن والحسين، يقال الحسنان تغليبا. فلما قالوا اللسان فهو من باب التغليب، ولكن الأولى أن نقول يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. إن شاء الله سنواصل شرحنا لهذا الباب الهام، وهو باب الحرفين الملتقيين، لكن في هذه الحلقة نكتفي بهذا القدر. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده إن شاء الله نتلو التلاوة المنهجية ونفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد، فأهلا وسهلا بكم. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. العام شأنه عظيم، حرمة المال العام أعظم من حرمة المال الخاص، لأن حرمة المال الخاص متعلقة بشخص واحد، وحرمة المال العام متعلقة بالأمة كلها. من يأخذ دينارا أو درهما من شخص فهو مطالب من ذلك الشخص فقط، ويمكن أن تؤتيه الفرصة أن يتحلل منه أو يؤدي عوضه لورثته، فالتخلص منه ممكن. لكن من يتعدى على دينار واحد من أموال المال العام فهو متعد على الأمة كلها، لأن المال مال الأمة كلها، فكيف يمكنه أن يتحلل من الأمة كلها؟ شبه مستحيل. وإذلك المسلم عليه أن يتحرز منه ويتحوط منه ويبتعد عنه قليله وكثيره، وخصوصا المسؤولون، رؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات، هؤلاء مطالبون قبل غيرهم بالمحافظة على المال العام. يجب عليهم أن يحافظوا عليه أشد من محافظتهم على مالهم الخاص. الإنسان أن يفرط في دينار واحد من ماله الخاص بإرادته ورغبته لا يفرط، لأن المحاسبة عليه شديدة. سماه القرآن سماه النبي صلى الله عليه وسلم غلول، معناه هو كبير من الكبائر، فيه وعيد وفيه تحذير شديد. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق. ما فيش أقل من الإبرة، يعني مثال في الصغر. إلا ويأتي يوم القيامة بما غل. كل مسؤول يملك من الأمر من هذا الأمر شيئا لا يحق له أن يسكت عن هذا، بل يجب فورا أن يشكلوا لجنة للتحري والتحقيق، بحيث يوضع الأمر في نصابه. عذاب الله أشد من عذاب أي أحد مخلوق في الدنيا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة، كما هي العادة نتلو التلاوة المنهجية وبعدها نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. تلاوتنا في هذه الحلقة من الآية 11 بعد 100 إلى الآية 18 بعد 100 من سورة النحل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، فأهلا وسهلا بكم. عندنا في صفحة اليوم التي تلوناها عندنا أولا في الآية الرابعة عشر بعد المئة قوله تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا نعمة، لفظ نعمة هنا كتب بالتاء المبسوطة، والهاء هنا طبعا هي هاء تأنيث كتبت بصورة التاء المبسوطة، فإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا فإننا نقف عليها بالتاء مراعاة لرسم المصحف، نقول واشكروا نعمة، وأنبه لا يصح الوقف إلا اختبارا أو اضطرارا. أما من يقرأ لأبي عمرو فينتبه، أبو عمرو يقف عليها بالهاء واشكروا نعمة هكذا. محمد أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محمد. يا ريت يا شيخ تقيم لي التلاوة اللي قلت لك توا، يعني فنية قداش يعني؟ نعم يعني قداش فنية
تلاوة الأحكام التجويد. نعم. نعرف أحكام قداش في مينة الله ناقصة. طيب أقرأ يا محمد. نحاول أقرأ يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأخذاكم فأصبحتم من الخاسرين. حسبك يا محمد، بارك الله فيك، ما شاء الله، القراءة جيدة يا محمد. أنت بحاجة إلى أن تعتني أكثر بدقائق علم التجويد، وأيضا أن تعتني أكثر بالوقف والابتداء. حاول أن تتقيد بعلامات الوقف الموجودة في المصحف بالإضافة إلى الوقف على رؤوس الآية. مثلا ويوم نحشر أعداء الله، أعداء في آخرها همزة قطع، همزة، وبعد الهمزة نريد أن ننتقل إلى اللام من لفظ الجلالة وهي لام مفخمة، فهنا لا نترك الهمزة المستفلة المرققة تتأثر باللام المغلظة المفخمة. لا يصح أن نقول أعداء الله، أعداء الله، هذه همزة مفخمة والعرب لا تفخم الهمزة. هذه من دقائق علم التجويد يا محمد. أيضا مثلا جلودهم، الجيم هي حرف شديد ينحبس الصوت عند النطق به، لا يصح أن نقول وجلودهم. جاء جي جو أج، الجيم التي يجري معها الصوت هذه ليست بجيم فصيحة، الجيم الفصيحة هي جيم شديدة، أج جا جي جو أج ج، ينحبس صوتها، هذه جيم فصيحة، فانتبه لشدة الجيم، لا بد منها يا محمد. طبعا لا يمكن أن نعطيك مثلا نسبة من 100، نقول لك والله أحكامك مثلا 95 أو 90 أو 85، لا يمكن، أن تجتهد. وإذا كنت تحفظ القرآن الكريم كاملا احرص أن تقرأ ختمة إجازة على أحد المشايخ الذين المشايخ المتقنين. وإذا كنت ما زلت لم تحفظ القرآن الكريم كاملا اجتهد في مسألة الحفظ، واجتهد أيضا أكثر في إتقان القراءة، وإن شاء الله تصل إلى مرادك. وكلنا مرادنا أن تكون قراءتنا موافقة لقراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في قراءتنا نحاكي كلام العرب في زمن النبوة، كيف كانت العرب في زمن نزول القرآن تنطق الحروف. يعني هذا شغلنا كله على هذا الأمر. نسأل الله أن يعينك يا محمد وأن يوفقك. ننتقل إلى أم محمد،
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. قلقي للجيم. ولا تجهروا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم. أن تحبط أعمالكم. ألا مضمومة. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. الباء مفتوحة. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم. الراء مضمومة. أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. حسبك. بارك الله فيك أختي أم محمد، انتبهي للملاحظات التي نبهتك إليها. بارك الله فيك، نسأل الله أن يزيدك حرصا وأن يوفقك. عندنا في الآية 15 بعد 100 قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر. يقرأ أبو عمرو وعاصم، ينتبه لهذا من يقرأ للدوري أو يقرأ لحفص. عندنا أيضا في الآية 13 بعد 100 قوله تعالى: ولقد جاءهم بإدغام دال قد في الجيم، يقرأ أبو عمرو، ينتبه لهذا من يقرأ للدوري. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.